صباح الخير على كل سادة المشاهدين إن شاء الله نهاركم يبقى سعيد النهاردة 28 2 2013 يمكن ده آخر يوم في شهر فبراير إحنا عارفين الناس كتير جدا بيحسوا إن شهر فبراير من الأشهر الطويلة الكثيفة أنا شخصيا بسميه شهر فقراير صباح الخير يا فادي وأخبارك إيه؟ صباح الخير يا ريم والحمد لله وصباح الخير على كل مشاهدينا هاي في شبكه ان تي ان في كل حته في الدنيا زي ما ريم قالت الخميس 28 فبراير 2013 اخر يوم في الاسبوع واخر يوم في الشهر والحمد لله ان الشهر ده عدى يعني الحمد لله يعني كفايه الحاجات اللي فيه منطاد و18 واحد الله يرحمهم البقاء لله فيهم حتى لو هم مش مصريين حتى لو هم اي دين تانية البقاء لله فيهم وكمان عندنا موضوع الجراد اللي احنا مش عارفين نلمه كنا ممكن نلحقه بدري شويه يعني هو كان شهر صعب نتمنى بقى ان شهر مارس الدنيا تتعدل في شويه هو الموضوع الجراد ده بيحصل كل سنه وضع مش مش عارف يا يعني ريم بس احنا يعني في حاله من يعني الفوضى وحاله من المشاكل والحاجات اللي خلاص كلنا تعبنا ومفروض ان احنا نلاقي حلول لانه استمرار الوضع على ما احنا فيه مستحيل مستحيل ان الدنيا هتمشي زي ما هي ماشيه كده لازم انه في حاجه تتحرك في الصوره دي لانه كمان مع مقاطعه جبهه الانقاذ لل... للانتخابات اللي جايه الوضع ما حدش فاهم يعني الانتخابات دي ممكن تتعمل ازاي خصوصا انه في لسه مدن عامله عصيان مدني يعني شيء ما بينا ده موجود على ارض الواقع فنتمنى يعني انه الناس تاخذ بعين الاعتبار النظر اللي احنا فيه طيب بعيدا عن مقاطعه الانتخابات وبعيدا عن بعض المحافظات اللي لسه ما زالت تحت العصيان المدني خلينا نقول ان الاسبوع اللي فات كان في حفل توزيع جوائز الاوسكار وعلى الرغم من الناس كلها متابعه السياسه الى انها قدرت انها تفضي نفسها كام ساعه علشان يقلبوا التلفزيون ويتفرجوا على اهم الافلام اللي خدت الجوائز على الفنانين اللي مشوا على الراد كاربت وعشان كده احنا عندنا فقره ظريفه جدا مع الناقد السينمائي الاستاذ محمد عاطف هنتكلم فيها عن الافلام اللي تم ترشيحها النهارده قصدي المره دي في الاوسكار والافلام اللي كسبت ونعرف الفروقات ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت صح اكيد طبعا احنا هنبتدي فقراتنا بفقره الصحافه مع الكاتب الصحفي استاذ جميل عفيفي نائب رئيس تحرير الاهرام وهيكون كمان معانا فقره عن الرياضه والاحداث اللي حصلت فيها الفتره اللي فاتت وانتصارات الزمالك الفتره اللي فاتت طبعا بنبارك له وهيكون معانا استاذ عصام الحسن رئيس تحرير جريده الهدف هنتكلم معاه بالتفصيل وبما اني زملكاويه فانا فرحانه جدا 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 المهم عندنا فقره ايضا مع الدكتور مع محمد دياب محمد دياب خبير إدارة الأزمات المالية والإقتصادية هنتكلم فيها عن طبعا الوضع الإقتصادي اللي إحنا بنعيشه في هذه الفترة وأيضا هنتكلم عن إزدياد معدل البطالة يمكن إحنا عارفين إن إحنا طول عمرنا بنتكلم على إنه في بطالة كتير مفيش شغل كتير للشباب ولكن خاصة من بعد ثورة 25 يناير معدل البطالة ما زال في إرتفاع شديد جدا وهيكون كمان معانا فقرة أخيرة مع دكتور أسامة عشم الخبير العالمي في التنمية البشرية علشان احنا طول الوقت في السياسة بنتكلم في حالة تخبط في اتخاذ القرارات سواء كان لرجال السلطة أو المعارضة يعني الوضع ما يرضيش حد والذبذبة في اتخاذ القرارات والانشقاقات والمواقف اللي تبقى موحدة لحظات وتتغير عندنا مشاكل كتير عايزين نقعد نتكلم فيها مع ضيفنا عن أوضاعنا الحالية لأنه الوضع لا يمكن يستمر كده لكن خلونا نبتدي فقراتنا بعد الفصل على طول فقرة